الآن مشاهدينا جولة مع أخبار الاقتصاد مع الزميل باسم طبانة. أهلا بك باسم وإليك الكلمة. أهلا بك دانا، شكرا لك وشكرا لك نهى. أهلا بكم مشاهدينا مع جولة جديدة من أخبار الاقتصاد. شارك وزير البترول طارق الملا ممثلا لمصر في الاجتماع الثالث بعد المئة لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوابك بالكويت. ناقش الاجتماع سبل تفعيل وتطوير نشاط وأعمال المنظمة وتقدم العمل في معهد البترول العربي للتدريب بهدف المساهمة في إعداد وتأهيل كوادر عربية متقدمة في مختلف المجالات الصناعية البترولية. أكد وزير المالية محمد معيط أن التنمية الرقمية الشاملة والمستدامة لمصر تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وأشار معيط إلى أن التوسع في الخدمات المالية التكنولوجية أصبح من ركائز رأس المال الفكري والاستثمار الأمثل للثروات البشرية للمجتمع المصري. وأضاف الوزير أن استراتيجية التحول الرقمي بوزارة المالية ترتكز على تحسين مستوى أداء الخدمات المالية للجميع. شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس افتتاح مركز البيانات الرقمي الرئيس ضمن جهود الهيئة لتفعيل التوجه نحو التحول الرقمي وتطبيق منظومة الشبكة الموحدة. وفي كلمته أكد الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تمضي قدما نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجه نحو التحول الرقمي وميكنة المعاملات والخدمات كافة وتطبيق منظومة الشبكة الموحدة للربط بين مواقع الهيئة كافة في مدن القناة الثلاث، بما يعزز من العوائد الاستثمارية للهيئة ويصبو إلى حسن إدارة الموارد بشكل عام. وأوضح رئيس الهيئة أن التحول الرقمي يتطلب توفير البنية الأساسية اللازمة لربط جميع قطاعات الهيئة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا قريبا للغاية. وبموجب الاتفاق وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية. كان هذا كل ما لدينا من أخبار الاقتصاد مشاهدينا.